ماني الغاليين قبل الدخول. تسليم ممزوج من مسكه ومن عنبره. من حرب الايام لابني لام لابني سلول كل قبائل لها تسليم سلام يا اصيدكم ورب البيت اصيدكم. علشان كذا كانت الصوتيه سلام. لان رده واجب. فكانت ردود مثل كذا واجمل. ما وحشتوني نهائيا ولا مر لحظه فكرت نهائيا ولكن الله اعلم باللي في الصباح الخير. بسيطة جدا إذا الله أراد بس أرد على هذا السؤال بس اسمحوا لي استفسار أنا أهتم لأي استفسار يجيني وأي سؤال بسيطة جدا إذا الله أراد صار هذا اللي بصدر جذي مثل المنديل والقماش الأبيض تصير الصور حلوة ما شاء الله تبارك الله عادي والله العظيم اشتقت الساعة 2:39 منو جاينا هالحزة؟ الفنان الجميل خالد العجيري بيقوم نور الدنيا. واضح اني تأخرت واضح اني طولت شوي يعني السناب جعلني ما خلق وقسما بالله اني اشتكت جدي انا مستانس الان والله ودي اسولف اكثر تعرفون اهتم بكل شيء. انا مسافر الان ان شاء الله سولف أكثر تعرفون أهتم بكل شيء. الله يجعلني في ضد الوجه اللي قاعد يبتسم الآن. المهم يا صاحبي يا صديق قلبي أنا مسافر الآن إن شاء الله تقريبا أعلنوا أبغى أروح أتأكد. أنا مسافر دولتين الأولى ترانزيت وبعدين وجهة الوصول إن شاء الله. دولتين ما كنت أعتقد يوم من الأيام أني بروح لها. الحالي معي الله سبحانه ثم أنتم. وين تتوقع يا صاحبي أني مسافر؟ ما اعتقدت يوم الايام اني بروح لها سواء الترانزيت او دولة الوصول. يا بك علم الدنيا تتكلم انتظار الاقلاع ان شاء الله على الترانزيت طبعا وهي تتكلم قبل شوي ابغى ادخل مترجم ما مداني ادخل لقد خلصت الله يسعدها. طيبة جدا يعني بس أحس برد. يلا توكلنا على سبحانه وتعالى للدولة الأولى اللي هي ترانزيت. تعالوا والله بصور لكم بعدين نقلع على الدولة الأخيرة إن شاء الله اللي وجهة الوصول. برد ومن ما فينا بعض هذه السناب الأمي عذريني يوم ما جعلني بدك جابوا لي الكوب دي وما فهموني ولا فهمتهم لهم يتكلمون عربي وظاهر ما يتكلمون إنجليزي من ومنا ما فينا بعض وانتهى الوقت وجاء وقت الاقلاع وهب الكوب عندي ذيه رموه في قد صبوا من حق وافلحوا لازم اشربه قبل الاقلاع عشان ما ينكب علي فاعذريني لو خاسوا فيه شيء ولا شيء المحذره من الله ثم لك. لا عصير ديود الحين الساعه 10 في الليل ولا في الامور طيبه يا رجال صباحو والله انك اشتقت لي قسما بالله وصلت ابشركم اللهم لك الحمد الترانزيت وجهتي الاولى كترانزيت 3 ساعات ان شاء الله بعدين باقلع قاعد اصور لكم فلوق يا رب انه يكون مثل ما اني جالس اشوفه واشوف الاجابات بعدين اعلمكم وين انا الان اني اشوف السناب اللي قبل هذه. السؤال اللي سالته وانا في الرياض ما حد جاوب نهائيا. السنابة اللي قبل هذه خالد كاتب لي في إثيوبيا. خالد قول الصدق كنت معي في الطيارة؟ والله إني أشك إنك كنت معي في الطيارة وشفتني لأن أكثر من 950 جواب والله ما حد جاب طاري إثيوبيا. أنا في إثيوبيا يا أصدقائي تجيب العافية. أنا مصدوم ومفجوع من أجواء أديس أبابا لكن للأسف إنها ترانزيت وبعدها إن شاء الله الوجهة النهائية فيها الوصول فيها الرحلة رايح لتنزانيا لدار السلام مدينة دار السلام. لكن ترغبنتني يا خالد أمانة كنت معي في الطيارة معك أمانة أقول لي الصدق حاجة يعني على كثر ما سافرت لكن المنظر مدري أقول له يرحمك الله ولا يطلع ما هو تبعنا
يمين بالله كلهم أظهر اللي في المطار، تحس في أي لحظة بينطلق من اليسار يرفع كورة. أقول لكم ما شاء الله تبارك الله، هنا ما شاء الله تبارك الله الأجسام تحس إنهم يتمرنون كل وقتهم، دهون زيرو ما شاء الله، أقسم بالله الابتسام النافي وجيههم. الله يسعد الشعب، يسعد الناس الطيبة وين ما كانت يا رب العالمين. أديس أبابا اللي أنا فيها الآن فجعتني بجوها في الطيارة، وصورت مقاطع بس بنزلها في الفلوق إن شاء الله، اللي بنزلها في التيك توك بنزلها هنا إن شاء الله. الغيوم على كثر ما سافرت ما عمري مريت بهالمناظر، وإن شاء الله أنها تكون حاجة حلوة، حاجة غير طبيعية. كمية الغيوم اللي شفتها اليوم وانا طالع كذا في الغيوم كاني اشوفكم عليها، يعني من طيبكم وكذا. بالله هذا سؤال بس، يعني اللي مداوم واللي الاهل عيوا عليه. والله يا فيها كذا حامضة حلوة، بنزل لكم مقطع بسيط 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 بس عشان تشوفوا، والباقي ان شاء الله بيكون في المقطع. انصدم معي يا صاحبي، اثيوبيا في ثواني. تدروش كانت اثيوبيا زمان، وش اثيوبيا ايش مسماها؟ هي الحبشة. مستحيل انك ما سمعت بالحبشة سواء في دراسة او حتى في التاريخ. اثيوبيا هي الحبشة وعاصمتها الان اديس ابابا، عدد سكانها اكثر من 126 مليون نسمة. يتمتع سكانها بالشجاعة والقوة، كذلك عندهم اكثر من 60 الى 70 الى 80 يسمونها لغات أو لهجات من كثرة التنوع اللي هنا. إثيوبيا تعتبر الأولى في إفريقيا تصديرا للقهوة وإنتاج، واكتشفت فيها القهوة. عندهم أكثر عدد من الماشية في إثيوبيا، وكذلك إنتاج العسل. الديانة الرسمية في إثيوبيا هي المسيحية والإسلام. هذه إثيوبيا في ثواني. أنا صدمتني والله المعلومة أن إثيوبيا كانت أو هي الحبشة سابقا. شلون؟ لا لا لا. الحمد لله وصلت بعد يوم كامل سفر، قابلني هذا الرجال الطيب يقول اي شيء تحتاج انا بامرك. ويلكم. ثانك يو. على الله سبحانه. على الله سبحانه. الله لا يخليني. موقف عظيم زادني فخر ورفعة رأس بسبب هذا الشيء اللي هو كل شيء. وصلت الفندق يا صديقي، ولو نمت الحين قمت في الليل، لا أقوم في الليل. ليش؟ عندي شفت في الليل، لا سمح الله مرور سري، مرور سري هنا. فلذلك خلني أطلع جدول بس أصلي ظهر وعصر، كمل تجمل إن شاء الله. الله على المنظر الجميل، الأسانسير اللي في الفندق، والله ما أدري هذا بحر ولا نهر ولا وش، بس في موية. أحد يضحك علي، أتوقع إنه بحر إلا بحر، في مينا هناك شباب مجتمعين. جيت هالشارع أبغى أتغدى، حاجة غريبة اللي تحت الشجرة هناك هذاك يبيع سوشي، التيك توك مكتوب عليه بولت، حياة بسيطة جدا. لكن شفت هذا المطعم كأنه أنظف شيء موجود هنا، بدي أقول لكم اقترحوا لي مطاعم، لكن دخلت حتى تقييم ما في، والله عندهم ما في تقييم المطاعم. هذا المطعم لي مرحيب أو لي مرحبا، المهم بدخل أطلب لي غداء. ديكور والله كويس، الحياة أبسط مما تتصور، الشيء اللي أنت تخيله بسيط، لا الحياة هنا أبسط. شوفوا كيف هذا مدخل المطعم.
تلقى واحد يبيع مثلا موز وبرتقال وجنبه شواحن جوال، تلقى واحد يبيع الله يكرمكم يلمع جزم ويبيع جنبها شوي كذا جزء من الطاولة سوشي، تاكل لين يلمع جزمتك. يديم عزك عظيم هالجواز جدا العظيم الله سبحانه. الطيارة بتصف الجوازات والزحمة وتبصم وتدخل البلد. أنا نزلت من الطيارة قبل شوي، واجهونا أشخاص عند باب الطيارة على طول بعد الخرطوم يسألون على الجوازات الكل نازلين من الطيارة. والله العظيم إني مجرد ما طلعتها من جيبي إنها ابتسم وخذاني بيدي. أنا يوم شفتها فارق عن الناس يعني شذ بيسار، اعتقدت إني مسوي شيء وعندي شيء وفي مشكلة، ويطلب سيارة خاصة يطلعني على المدرج مرة ثانية، يعني بروتوكول المطار كسره، ويجيبني هذا المكان اللي انتم شايفينه. ايش تتقهوى؟ ايش تشرب؟ ايش بتاكل؟ خذ الجواز وقسما بالله انه خلص لي كل شيء، وجاب لي الان يقول انتظرني بجيب شنطتك. انت لما تحمل معك هذا الشيء انت تحمل حاجه عظيمه، وهذا ما هو بشيء، هذا كل شيء. لما تحمل معك هالجواز الاخضر اعرف ان الله سبحانه وتعالى اعطاك شيء علينا، وارفع راسك انت سعودي، احمد الله انك تملك هالجواز وهالسهلين ونخله هالمملكه العربيه السعوديه. عسى الله يعزنا ولا يعز علينا، هذا شيء عظيم. واعيد واقول هذا ما هو بشيء، هذا كل شيء. بالخير جميع، كلام بسيط من خاطر، اتمنى انه يوصل لخواطرك بدون اي مقدمات بدون اي ترتيب بدون اي حاجه نهائيه، كذا صورت وقلت بتكلم. طبعا صار لي في عمان تقريبا 10 ايام، يعلم ربي سبحانه اني فلا عينت بالعمانيين الا الوفاء والتقدير والمحبة والطيب والحفاوة والكرم اللي أشوفه في عيونهم يعلم الله سبحانه. اليومين اللي فاتت قعدت أفرفر شوي في بعض برامج التواصل الاجتماعي في موضوع قاب جدا مسوي ضجة كبيرة جدا، اللي يسيء إلى المملكة العربية السعودية، اللي أنا متأكد وأبصم بالعشر 90 إلى 95 إلى 99% من العمانيين ما هم راضين بهالشيء تماما، ولا يرضون على المملكة العربية السعودية بأي شيء تماما. ففي دواب إلكتروني مستغل هالأمر وقاعد يحاول انه يهدي الفتنه بقدر المستطاع بين الشعب السعودي وشعب العمان. فودي والله العظيم يا جماعه الخير ان نرفع مستوى الوعي شوي، وان نقول لهم سوا تبا لهم وتبا لمسعاهم، وراح يقدرون يوصلون للشيء اللي يبغون من قبل الشيطان. السعودي عماني والعماني السعودي، وخليجنا كله واحد. احنا تربطنا مراجي، تربطنا دين، تربطنا عروبه، تربطنا عادات، تقاليد، سلوم، علوم، قرابه. والله العظيم اني انكر اني اشوف بعض الناس ممكن يتاثر ولو بشيء بسيط من بعض الكلام اللي يحسب انه واقع ويحسب انه صحيح، ما يدري ان الكلام هذا خلفه اجنده مجهوله، خلفه ناس يحاولون يثيرون الفتنه، ناس همهم اثاره الفتنه، ناس ما يحبون يشوفونا مع بعض، ناس يحبون ما يدرون ان اخوان من قبل الشيطان، وما يدرون انهم يبطون 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 على هذا الشيء. كلمتنا واحده كلنا تبطون تبطون تبطون، يفرقون بيننا وبين اخواننا وبين اهلنا وناسنا. اسال الله تعالى ان الله يديم حكامنا، وان الله يديم امننا واماننا، وان الله يديم ازدهار اوطاننا يا رب العالمين. رساله بسيطه من اخوكم زايد بن سابر، اتمنى من الله سبحانه اني وفقت في الكلام واني قدرت اني اوصل لكم الفكره بالشكل اللي في بالي. اسال الله تعالى ان الله يحفظكم، واسال الله. والله دحين زي ما تشوفون على البحر جالس ومستكن جدا، صار الحاله يضربك يا الله المكان. يفطر عليك القلب ومفارقك صام، والله لو انك شكليتك القلب طير. هنا كومنت يقول بعطيك همومي واشكيها للبحر، ايش رايك ابو فهد؟ رايي من رايي. هل يعني تحس ان المستقبل همومنا الحذف للبحر؟ والله حذفنا لنا بس احنا. وش حصل طيب بعد ما حذفنا؟ والله للاسف ما رد علينا البحر بشيء يعني. ابدا؟ ابدا. يعني شو الحل؟ ان نحذف نفوسنا بالبحر عندنا. مساكم الله بالخير. طبعا في دربات، دربات الطبيعة، دربات الجمال، المكنة فيلا والأجواء. تعال شوف ما شاء الله تبارك الله، كان افتح النفس اشعل الخاطر يا جماعة الخير. بالله كيف حالك يا شيخ؟ وش علومكم طيبين؟ اللهم لك الحمد.
أجرى 3 عمليات وأبشركم أني طيب وفي نعمة وفي نعيم، اللهم لك الحمد. محدثكم من قلب المستشفى والإزعاج، المستشفى والإزعاج. الله لا يعينكم يا رب وبيض نديكم ويجمل حالكم على كل حال، يجعلها ان شاء الله خير. وانت ترك من الناس اللي يضرك ترى يضرك، الله يدعني في دراسك، الله يعطيك بيض ان شاء الله يشوفك احسن واحسن، الله لا يعينكم يطول عمركم من عوجي من مجيكم، بيضان وجيه بيضان وجيه لانت الله يرحم والديك عبد العزيز وتكون ان شاء الله بالسلامه، الله يدعني في دراسك، الله يحفظكم.